بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. ذكرت مصادر إعلامية روسية أن روسيا ستسلم المغرب قريبا بطاريات اس 400 الحربية المتطورة والمضادة لصواريخ الباليستية والطائرات المقاتلة. ونقلت صحيفة أينوسمي الروسية أن تسليم موسكو هذه البطاريات للمغرب يأتي تنفيذا لاتفاق وقعه ميدفيديف بالرباط خلال آخر زيارة رسمية له إلى المغرب. البطاريات الروسية تعتبر الأكثر تطورا في العالم، حيث تتهافت دول عظمى على اقتنائها، بينها دول أوروبية كثيرة من بينها تركيا. إلى ذلك سيكون المغرب بهذه الصفقة قد عزز مكانته إقليميا كقوة عسكرية بفضل توفره على مضادات صواريخ باليستية مع تصاعد تهديدات الإرهابية بالمنطقة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.